فيها الحديث البناية لابد من أسس، وهي البنى التحتية التي الروس الأساس الأساس والتفرعات الجذرية للمسالك الرؤى والتوزيع في نطاق اكتساح الجدلية في الإنتاج. يعني لما تعمل كاستينج بتاع شريط يعني لابد فيه سيناريو جيد. أنا بفضل إنه يكون نوع السؤال بالسهولة دي عشان حتى طبعًا الصغيرين يفهموه. ما هي العلاقات الجدلية التي ترتبط بالبنى التحتية فيما يخص التكنيك الإيديولوجي للشريط؟ فموقف السيدة يسرى من هذا الانخرام الموضوعي في إطار السينما الجديدة التي ننوي أن نكتسح بها السوق العالمية الحرة. يعني أنت عايز تتكلم عن موضوع إزاي الفيلم بيتبني من أساسه من الكاستنج من علاقته الانخرامية بالوجود. يعني إيه الانخرامية؟ يعني اللي بتقتحم يعني بتقتحم تنخرم يعني في زلطية فيها انخرام. قال لك زلطية بدل اقتحامية. مرة بتجيب لي كلمة أكبر من الثانية. لا هي الانخرامية في يعني في أنت دلوقتي أنت عايز تقول الجدلية أو أنت عايز تقول التلقائية. الجدلية القائمة على التلقائية في انخرامها الوجودي مع الأبنية التحتية للشريط العربي الذي نريد أن يكون مكتسحا للسوق. أصل التلقائية والجدلية المعروفة دي هي طبعا دي ممكن تتحط في لقطة طبعا بس مش في الفيلم كله أكيد. إنما على المسرح ممكن يكون في جدلية أكيد وتلقائية إنما أسلوب الانخرام. أنا هحط الكلمة دي هي في الفيلم. يعني هذه الجدلية طرحت العلاقة الانخرامية في مسالك التوزيع يعني الشريط الذي لا يصلنا أحيانا في الانخرام. يعني أنت أنا هو بتسأل ان الشريط ما بيوصلش تونس ليه؟ لا يوصل اما ما يوصلش بال 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 بالمفاعل الكيميائي الجيد. لا نلتقط نفس اللقطات إزاي؟ في الصوره الابداعيه للنمط السلوكي. لا تعال انا نفسي افهم السؤال طبعا ما تقلقش انا اللي نفسي افهم السؤال. هي واضحه سيده انا عارف الجدليه التي تقوم بين الصراع الطبقي بين الرؤى المختلفه. يعني مش ممكن تتصوري شريط يحصل بالنسبه لينا بنفس الصوره انت تشتغلي فيه. يعني معاش فما علايق جدليه قائمه بين يعني انت فنانة وانا كمتقبل اكيد حصل لانه انت تعطينا من موجتك الدراميه مرات مش بيوصلك ده اكيد في من خلال لحظه من خلال ادائي ولا من خلال الموضوع ولا من الشريط نفسه لا ولا من لا عفوا من خلال السلوك العام للمجتمعات الغير متقبله لهذه الرسائل السريعه البرقيه. انا مش فاهمه ولا حاجه منك صدق. هي لنطرح في سؤال الاخر في سؤال اخر هو اكثر هي سالتك فيما يخص العلاقه الحلزون وانقراضه في المواطن العبثيه. الحلزون ده هو انتوا بتسموا الحلزون سكوارل هذاك الحيوان المسقطق السكوارل مظبوط حلزون هو كلمة عربية حلزون لذلك هي طبيعة حياتنا فيها الحلزونية المتكررة لذلك يقولوا مواقف حلزونية يعني التي تنطلق من نقطة ولا تصل إلى نهاية. السؤال ده حلزوني طبعا. وفيما يخص الحلزون هو دائما إذا كان تحب نقلب يعني الحلزون في العلاقة الجدلية في البنى التحتية دائما يبقى حلزون فالمطاردة الحلزونية. أنا رديت على سؤالك بطريق غير مباشر ما أنا مش عارفة إيه لما قلت لها إن دايما الرقابة أو قلت لرؤوف أعتقد إن دايما الرقابة بتلف حوالين موضوع في حركة حلزونية. أنا ما قلتش حلزونية بس قلت لك بتلف حوالين الموضوع أكيد علشان توصل لحاجة. لما بيكون في رقابة لما ما بيكونش في رقابة وبيكون في مصارحة ما بيبقاش في حته الحلزون دهوت ولا لانه الحلزون البنيه بالتالي ان
كان من المفروض في إجابتك تقول أنا أرفض الحلزون لأنه يهمش القضايا السينمائية. لا لا أقول لك ليه طبعًا. الحلزون طبعًا. إذا أنت بتشبه حد بالتعبان مش لازم أقتل التعبان أكيد. أه؟ مش لازم أقتل التعبان لأنه هو بشبهه بفلان. لا الحلزون في المبدأ ده واضح، إنما كحيوان ده شيء تاني.